السلام عليكم، تحية للمتابعين وتحية للمشاهدين ديالنا. هذا فيديو بخصوص يعني مقابلة المنتخب الوطني ونظيره الجزائري. كل ما يمكن أن يقال يعني المنتخب الجزائري وحد موفق المنتخب ديالنا يعني. فكل ما يمكن أن يقال يعني أن المقابلة كان سي نورمال أنها تمشي بهذاك الشكل. الضغط كانت مقابلة تكتيكية فيها الندية، ما شفناش الفنيات، ما شفناش هادشي. وهادشي عادي، ديربي بحال هكا ديما كتكون لا بريسيو في دو كوتي، يعني ما في المنتخب الجزائري ولا المنتخب يعني المغربي. بون اللي ضربات الحظ يعني، ما يمكنش نلومو هذا ولا نقولوا لا المغاربة كنا كنتسناو منهم اكثر. مقابلة اللي تيلعب الكرة والعارف والمختص في الكرة، سي نورمال انه يقول بان هناك ضغوطات، لان المشاهد والجمهور كيبقى بعيد عن الميدان، ما غاديش يعرف الحيتيات والمسائل اللي تتوقع سوتيران. بون عموما الحظ ما كانش موفق، ما كانش في جانب المنتخب الوطني. هادشي اللي ممكن يتقال، لان المنتخب الوطني ريكوبيرا دو فوا، رجع بالناهيري ورجع بانون، فما تسالهمش يعني في مقابله كبيره بهذاك الشكل. بون ضرب هذا الحظ ما كانش في صالحنا. انا كنقول الحظ، لان احيانا الحياه عموما كتحتاج الحظ، ماشي فقط غير المقابله. واخا دير تا بريباراسيون ما عرفت فين، وكتحط انساق وكتحط خطط وداكشي، ولكن دائما بجانب الحظ خصو يكون بجانبك. ربما ما غازلناش الحظ باش يكون امامنا ومعانا، سي بوركو خاننا. ف فيليسيتاسيون المنتخب الجزائري، وحد موفق المنتخب الوطني، والمسار مازال طويل، وبرافو برافو لي ماروكان. فوالا.